أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا هلا في عنا مجاهر جديد، الكاتب التونسي محمد بن رجب. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي محمد. عسلامة، مرحبا بيك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. طبعا عايشك. الأخ محمد هو كاتب تونسي. طبعا أنا بدي، بس في عندي كم 4 كتب هو مصدر حد هلا. في رواية باسم ديسمبر بنكهة الموت، الجزء الأول، والسقف والقاعة الجزء الثاني، وفي عنده نثر وشعر، في كتاب بعنوان ولا شيء يحكى، وكمان كتاب آخر نثر رسائل إلى تاليدا. طبعا أخي محمد، يا ريت تعرفنا وتعرف الجمهور على حضرتك، ويا ريت أنت تشرح لنا موضوع الكتب هذول اللي حضرتك كاتبهم. يعني عنا مثل سوري بيقول من تمك أحلى يا كحلة. تفضل. حاضر على رأس العين. تسلم. محمد بن رجب الجندوبي، كاتب تونسي من العمر أبلغ ربع قرن، 25 سنة، مقيم في تونس، وكل شيء تونسي كما ترى، يعني الشاشية وحتى الزخرف في الخلف. عجبتني الشاشية. شاشية تونسية. الثقافة التونسية مختلفة يعني عن الثقافة العربية، عن ثقافة نجد والصحراء. يعني اللون الأحمر، ولون الأحمر لعلمك، هذا اللون بالذات يعني الغامق، محرم في الإسلام. لا للأسف لا، من غير المحبة. لون الإسلام، يعني لون الدم، لون الإسلام للأسف يعني. في الدم فقط هو مقبول. كاتب تونسي، نشرت الكتاب الأول بمصر سنة 2013 بعنوان ولا شيء يحكى، وهو كتاب سوداوي عدمي ربما، لأنني قد أتبع المدرسة العدمية في بعض الأوقات عندما يخطر ببالي. الكتاب الثاني ديسمبر بنكهة الموت، وهو يتناول قصتي فتاتين. الأولى كانت ملحدة ثم اعتنقت المسيحية، والثانية فتاة تونسية كانت غير مبالية بالدين، لكنها فجأة هكذا حدث أمر في حياتها ما جعلها تعتنق السلفية كدين، يعني أصبحت جهادية وكادت تغرق في الطريق الجهادي لولا يعني صديقتها هي التي، لولا أن الحدث، أو ربما بين ظفرين، لولا القدر، لولا القدر الذي أخرجها مما هي فيه. وهكذا تسير يعني الأحداث بين الدين واللا دين، بين الدين واللا دين، لتكون النهاية تعيسة. يعني منال قتلها جهادي، وريم انتحرت لأنها لم تجد لها مكانا بين في هذا المجتمع، هذا المجتمع الذي يرفض كل اختلاف. نحن نرفض كل اختلاف، مجتمعاتنا العربية ترفض الاختلاف. يعني حتى تصور أنني في تونس، وعندما أسير في الشارع أرتدي شاشية، لا أحدثك عن الكم الهائل للتعليق والسخرية والتشجيع الذي ألقاه يعني يوميا. يعني لمجرد اني اضع شاشيه، مع ان الشاشيه من صلب الثقافه التونسيه. يعني احيانا افكر، يعني ماذا لو كنت اسير في شوارع السعوديه او شوارع قطر، هل سترميني الناس بالحجاره؟ يعني حقا هنالك ازمه في الحضاره والثقافه العربيه المسيطره في هذه الاونه بالذات. وهذا ما حاولت ان اسلط عليه الضوء من خلال الروايتين، السقف والقاع وديسمبر بنكهة الموت، في انتظار أن أتم الجزء الثالث، رواية بلا عنوان، والتي تتناول موضوع المثلية الجنسية، يعني مجتمع. طيب شو عن النثر الشعر؟ تفضل، إذا تحدثنا عن الكتابين، النثر والشعر اللي عندك، تفضل. الكتاب الأول ولا شيء يحكى، كما قلت لك، هو كتاب سوداوي. ربما أتناول فيه هو بالذات
قضايا وجودية، قضية الوجود، يعني من أين أتينا إلى أين سنمضي؟ الضياع، يعني الإنسان يشعر بالضياع، لا يوجد تفسير لوجودنا إلى حد هذه الغاية، يعني مع وجود، يعني كيف خلقنا، كيف وجدنا. يعني هنالك بعض النظريات، حتى النظرية الدينية، نظرية الخلق، يمكن أن نعتبرها يعني أحد التفاسير الموجودة لتبرر وجودنا في هذا الكون، مثل نظرية التطور، نظرية النشوء، نظرية العديد. يعني الإنسان ما زال يبحث عن تفسير يكون له أدلة، تفسير منطقي لوجودنا. إلى الآن لم نصل إلى سبب وجودنا، كيف جئنا وإلى أين سنذهب. لكنني أفسر ذلك دائما بأننا جئنا من اللاشيء وسنعود إلى اللاشيء، من الفراغ إلى الفراغ، من العدم إلى العدم. إلى أين سوف نذهب عندما نموت؟ سنعود إلى حيث كنا قبل أن نولد. أين كنت قبل أن تولد؟ بالضبط في اللاشيء. إذن سوف نعود إلى ذاك اللاشيء. وشو عن كتاب رسائل إلى تاليدا؟ رسائل إلى تاليدا، هذه يعني خماسية ستكون يعني إلى المنتحرين. تاليدا كما تعلم هي انتحرت يعني، وتركت مقولتها الشهيدة الشهيرة، وأعتبرها شهيدة، شهيدة الإنسانية تاليدا. قالت: سامحوني، الحياة لا تطاق، وحقا وجودنا لا يطاق، وانتحرت. كذلك في هذه الرسالة يعني تناولت كيف سوف أسميه، البؤس يعني، الذي يسيطر أحيانا على الإنسان. تأتيك بعض الفترات في حياتك يسيطر عليك الاكتئاب، فترى كل ما حولك سواد ظلام، لا يوجد قبس أو جذوة من نور تتسبث بها لتلقي بك في الحياة. هذا ما مرت به دريدا وأوصلها إلى الانتحار. كذلك سيكون الثاني رسائل إلى مارلين. مارلين أيضا انتحرت، مارلين مورلو التي انتحرت، وقالت أيضا أن كل ما حولها مزيف يعني، وهذا الوجود مزيف. والجزء الثالث سيكون رسائل إلى فان جوغ. فان جوغ كما تعلم هو الرسام العالمي الشهير، فان جوغ أيضا هو انتحر. محمد، أنا صراحة أنا شايفك كتير مسودها، يعني خير، شو القصة يعني؟ أنا يعني شايف إنه المستقبل يكون أفضل، يعني أفضل من الواقع. صح الواقع شوي مرير، ولكن المستقبل راح يكون أفضل أظن يعني. كنا قد تحدثنا في هذا بالأمس، وأنا لا أرى الأفضل حقيقة يعني، لأن الموجود لا يبشر بخير. أنت كما ترى يعني، الوضع يسوء شيئا فشيئا، الدين يتغلغل في العقول. نعم هنالك الثورة الإلحادية، يمكن أن نسميها ثورة إلحادية، هنالك ثورة فكرية، لكن هذا لا يكفي، صدقني لا يكفي. نحن بحاجة إلى ربما ثورة ثقافية، ثورة تسحب، ثورة كيف يعني، ثورة تجلي كل القديم، ثورة تزلزل، تدمر الأصنام التي يعني تسيطر علينا ونعبدها. نحن نعبد الأصنام، ليس الإله وحده هو الصنم، نحن كل ما يحيط بنا هي أصنام. أنا أعتقد الأصنام بدأت تنهار يعني، أنا بعتقد الأصنام بدأت تنهار يعني، خصوصا ب يعني بأشخاص مثلك يعني. أنا اللي فهمته منك إنك كنت إمام مسجد سابقا. هذا بالماضي يعني، عندما كان عمري 16 سنة، بين 16 و 17 سنة كنت إمام، كنت أفتح المسجد وأستيقظ باكرا في الصباح لأفتح المسجد. لأن المسؤول عن فتح الباب كان يبقى نائما يعني، فأذهب ليفتح أنا. الناس يريدون النوم. حتى عندما كنت إمام مسجد، المسلمون بطبيعتهم لا يحبذون صلاة الصبح بالذات، لأنها توقظهم من نومهم الجميل، هم يرفضونها. لو كان بأيديهم كانوا ألغوها من الوجود. ومهما فعل أئمة المساجد وتحدثوا عن أفضل صلاة الصبح وعن فوائد صلاة الصبح وأن الله يستجيب للدعاء في صلاة الصبح، المسلمون يرفضون أدائها. يعني يعني بالمسجد هنالك 4 أو 5 أشخاص يؤدون صلاة الصبح حاضرة، البقية نائمون. صراحة أنا سعيد كثير إنه
انه عم بعمل حلقه مع امام مسجد سابق على الاقل يعني، وانا متاكد راح يجوني ائمه قادمين، انا متاكد من هالشيء، وانا يعني كثير كثير متفائل. طيب اخي محمد، هلا يعني حدثنا عن نشأتك الدينيه، بما انه انت كنت امام جامع، فاكيد يعني كنت متعمق في الدين ووصلت لمرحلة انك تدينت تدين عميق، يعني يا ريت حدثنا عن هالمرحلة هيك، تفضل. ايه هو يعني التدين، في مرة كنت اعتقد ان التدين يعني والايمان هو امر فطري بالانسان، لكن مع الوقت اضمحلت هذه الفكرة. كنت مثلا تقريبا في سن الثالثة عشر والثاني عشر، سن المراهقة، بداية سن المراهقة، عكس الشباب اتجهت إلى الدين بدلا من الاتجاه إلى الطريق الآخر اتجهت إلى الدين. لحقت بالمدارس القرآنية، تعلمت القراءات، تعمقت في الدين حتى بلغت أن أؤم الناس في الصلوات. يعني مع ذلك لم يترسخ إلي إيمان تام، رغم يعني كنت كما حدثت قبل أمس، يعني في الإسلام يعني إن أصابك شك في الدين فذلك مس من الشيطان وعليك أن تستغفر، وهنالك أدعية يعني تسهر الليل وأنت ترددها، يا رب لا تجعلني أشك في وجودك من عدمه، يا رب أبعد علي هذه الأفكار، يعني أبعد علي هذا المس الشيطاني، يعني لأن مجرد التفكير في الفكرة يعد إثما عظيما ويجب أن أتهرب منه. وبالتالي كنت أحاول أن أتهرب من تفكيري في ذلك، وتأتيني أفكار، يعني حتى وأنا أحيانا وأنا أصلي بالناس تأتيني بعض الأفكار هكذا، فأعتبرها وسواسا من الشيطان، أبحث عن تفسير ديني فأقول أنها مجرد وسواس من الشيطان تفضل كمل أخي. فأقول أنها ربما تكون وسواسا من الشيطان، وأنام الليل وأنا أستغفر، يا الله اغفر لي تلك الفكرة، أطلب الاستغفار عن الفكرة، يعني لأن النية في الإسلام ربما تعتبر خطيئة أيضا، يعني قد تؤثم لأنك فكرت، يعني مثل القانون، يعني النية على ارتكاب جرم تحاسب عليها. فبالتالي ولكن يعني مع ذلك صوت العقل يبقى دائما هو الأقوى. في المرة الأولى يعني هنالك كاتبة تونسية تسمى ألفا يوسف، هذه هي مفكرة إسلامية، يعني هي تتشبث بالإسلام لكن أفكارها حدثوية نوعا ما، يعني ربما أحدثت ثورة في عقلي. يعني كتبت كتاب حيرة مسلمة، لو ربما سمعت به، أثار ضجة كبيرة في تلك الفترة عندما نشر في الكتاب حتى في مصر، يعني وكان الشيوخ في قنوات الرحمة والناس والقنوات الإسلامية التي كنت يعني لا تفوتني برامجها، يعني حتى أني كنت أبعث بالرسائل القصيرة في ذلك الوقت تظهر على خط الرسائل، يعني كنت متابع جدا لمحمد حسان والحويني والشيخ سالم وعمرو خالد، يعني عندما كان عمرو خالد نجما لامعا، يعني انت كما تعلم الشيوخ يعني كنجوم، يعني كل سنه يظهر شيخ جديد. في تلك الفتره لا اعرف ان كنت تذكرها، ظهر عمرو خالد في برنامج على خطى الحبيب وفي قناه اقرا، وكنا نجتمع عائله يعني كامله موسعه لكي نتابع عمرو خالد وننتظر لحظة الدعاء والبكائيات، يا رب يا رب يا رب يا رب، يعني نقضي الليلة ونحن ننتظر دعاء عمرو خالد. يعني ما الغاية من هذا؟ يعني كان يبدو التمثيل، يعني ولا أعرف بالتونسي نقوله التشحير، عمرو خالد كان يستبكي يعني يتظاهر بالبكاء، ولكننا ندعي التأثير. ربما أنا أخاف من الذي بقرب، يعني أن يقول يعني لم يتأثر، قلبه قاسي يعني هكذا. يعني المسلمون يخافون من حديث الآخر، من أن يفكر الآخر سيئا بهم. يعني عندما
مثلا ان لم ترفع يدك وتبكي عندما يدعو الامام او عندما يدعو في التلفاز او عندما تدخل الى مقبره، ان لم تعمل تفعل مثل ما يفعلون هكذا تتظاهر فانت خارج عن السرب، انت بك مس شيطاني. نعم، وهكذا كنا يعني نجتمع ونشاهد عمل خالد. نعود إلى النقطة يعني، وتلك البرامج الإسلامية، لكن هذا كله، وعندما صدر الكتاب كتاب حيرة مسلمة جميعهم تحدثوا عن ذلك الكتاب وبأن الكاتبة كافرة لأنها طلبت بالمساواة في الميراث بين النساء والرجال وطالبت بحرية المثليين يعني، وأن المثلية الجنسية لا تتخالف مع النص القرآني. قرأت ذلك الكتاب وأثار بي الكثير من الشكوك يعني، وتأثرت به جدا، ومن هناك بدأت بالبحث أكثر يعني في الكتب الإسلامية، لأن مراجعها كل مراجعها إسلامية يعني، مراجعها ابن رشد، الرازي، الطبري، المراجع التي لا يستند إليها الشيوخ. الشيوخ يستندون إلى مسلم البخاري العسقلاني، ابن حجر العسقلاني، هنالك أسماء معينة يعني، الكتب الصحاح ستة يستندون إليها، ست كتب صحاح، وبعض الكتب الأخرى أسماء معينة. وهذا التوجه يعني لم يكن في الماضي، الإسلام الحديث، الإسلام يعني في كل مرحلة هنالك الإسلام حسب فكري يعني، كل 100 سنة هنالك نوع جديد من الإسلام. نحن الآن نشهد إسلاما جديد، غير الإسلام الذي كان في الخمسينات، وغير الإسلام الذي كان في السبعينات والثمانينات، وغير الإسلام الذي كان في بداية 2000. هنالك اليوم تقريبا من سنة 2003 هنالك إسلام جديد. لا أعرف إن كنت تتفق معي في هذه الفكرة، هنالك إسلام يعني. عفوا أخي محمد، كيف توصف الإسلام الجديد؟ أنت بحسب رأيك كيف توصفه للإسلام الجديد؟ تغول الإسلام. هنالك يعني الكبت الجنسي الذي دام 1400 سنة، والأحقاد والضغينة وكراهية الآخر والفشل يعني، الشيزوفرونيا والبارانويا يعني، وكل الأمراض النفسية، وكل يعني فشل هذه الدول الإسلامية، لأن الدول الإسلامية دول فاشلة وحاقدة على الآخر، حاقدون على أمريكا، حاقدون على أوروبا، حاقدون على كل من هو أفضل منه. المسلمون حاقدون على كل من هو من ينتج، من يطور، من يبتكر، هكذا. حتى اصلا يعني المسلم يغار من المسلم الاخر الذي يصل ويبلغ يعني مراتب عليا يعني في العلم او غيره، فيتهمه بالكفر والالحاد، مع ان الاخر يعني يكون متشبثا بفكره الاله يعني. هنالك، وهذا اكيد بسبب الإسلام يسبب يعني الكثير، يجعلك مقيد سجين، وهو يعني يغار لأنه لا يستطيع أن ينزع عنه تلك الأقفال، تلك الأغلال، فيغار منك لأنك نزعت تلك الأغلال، هو يغار منك لأنك تحررت ولم يستطع هو أن يتحرر. هو يتمنى أن يكون مكاني الآن ويتحدث، ويتمنى أن يكون مكاني، فعدم قدرته على المواجهة وعدم قدرته على أن يكون مكاني تتبرمج وتتحول إلى حقد ضدي، هو يحقد علي لأنه لم يبلغ المرتبة التي بلغتها، لأنه مقيد مكبل لم يستطع كسر الأغلال. وهذا يعني، هذه ظاهرة منتشرة في الدول العربية والإسلامية يعني، تلحظ يعني في حديثك معي يتحدث بالحسد والحقد، الناس تكره بعضها، الناس يعني المشاكل الاجتماعية، انظر إلى المشاكل الاجتماعية كيف منتشرة يعني من المغرب إلى البحرين، خاصة في الدول العربية الإسلامية، وعن هذه الظاهرة يعني في كل بيت مسلم هنالك الطلاق، هنالك المشاكل، هنالك عدم تواصل بين الأب وأبنائه، عدم تواصل بين الرجل وزوجته، لأن السلطوية، الثقافة السلطوية، الدين الإسلام دين سلطوي، والأديان بصفة عامة هي أديان سلطوية، الإسلام دين سلطوي، فكل مثلا الأب يريد أن يكون هو السلطة يعني، يريد أن يكون هو الإسلام في بيته، المرأة تحاول أن تأخذ التسلط على أبنائها، الابن الكبير يريد أن يتسلط على الابن الأصغر منه، وهكذا يعني، هي ثقافة سلطوية تتدرج، فهذا ما يضعف الإنسان يكسر في داخله الطوق إلى التحرر.
تصيبه الهلاوس والوسواس والأمراض الأمراض النفسية التي تضرب، وأقولها يعني في صميم وفي صلب المجتمعات العربية. هنالك انتشار غريب يعني، وأنا أزور دائما مستشفى الرازي للأمراض العقلية بتونس وأتحدث إلى الأطباء، صدقني يعني إحصائيات مهولة، يعني تقريبا أقول لك 40% أو 50% من الشعوب العربية مصابة بأمراض نفسية خطيرة، الشيزوفرونيا، الفصام، يعني ليس مرض سهل يعني، وجميعهم مصابين بهذا. البارانويا يعني الذهان الافتهادي، هذا مرض يعني تقريبا في كل بيت تجد مصاب بهذا المرض يعني. لم يكن الكل يعني للأسف، ها؟ أنا أعتقد نسبة أكبر بكثير يعني أكثر. نعم، وهذا كله نتاج الثقافة، ثقافة الهدم. لقد الإنسان مهدم، الإنسان الذي المتدين، الإنسان الذي لا يستطيع التخلص من الدين، هو إنسان مكسور من الداخل، لأن الدين يكسر، صدقني يعني الدين يكسر فيك الطموح، يكسر فيك ما رأيك، حدثتك بالأمس عن الآية التي تقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم. هذه آية يعني، هذه آية مدمرة يعني، هذه آية يعني لا أدري هل يفكرون يعني بما يقولون. لا تسأل، تصور يعني لا تسأل، وهذا شيء يعني حتى في سورة الكهف قصة الخضر وموسى يعني، قال له اتبعني ولا تسأل. لا أعرف إن كنت تدري بسورة الكهف، اتبعني ولا تسأل حتى أحدث لك منه ذكرى. يعني عند كلما سأله لماذا ثاقبت تلك السفينة يقول له لا تسأل، لا تسألني لماذا فعلت هذا. عندما سأله لماذا قتلت الغلام الصغير قال له لا تسأل، لا تسأل. يعني أرأيت ثقافة الاتباع، اتبع دون أن تسأل، عليك أن تكون تابع، وبالتالي تفقد إنسانيتك يعني. يعني لا أدري لو كان الله موجودا هكذا يعني، فبدلا من أن يعطينا عقول لنفكر كان عليه أن يعطينا أشرطة كاسات يعني لنسجل نسجل نسجل آه، بدلا من أن يعطينا عقول يعني يعطينا يعني أشرطة ولا كارت ميموار لكي يبرمجها لكي نحفظ ما يقولون ونعيد يعني التكرار. هو للأسف أخي محمد يعني أغلب المؤمنين إيمان حق بالإسلام خصوصا أصبحوا كاسيت يعني، أصبحوا ببغات يعني للأسف. يرددون ولا يعلمون ماذا يرددون، كما حدثتك سوف نتحدث يعني، هم لا يعلمون شيئا عن الإسلام. عندما تحدثه عن بعض الأشياء في الإسلام أولا ينكر، عندما تذكر له مثلا كما قلت لك اسم أم قرفة أو عصماء بنت مروان، هو ينكر وجود الاسم لأنه لم يسمع به أصلا، بالضبط، مع أن هذا الاسم يعني مذكور في الكتب الصحيحة. تصور يعني مثلا أم قرفة التي تم شقها إلى نصفين، صحيح. قد لأنها أخي محمد يعني أنا لسه ما دخلنا بالموضوع بصراحة موضوعنا، بس خلينا يعني حكيت عن مراحل الشك وكيف متى وصلت لمرحلة القناعة الكاملة إنه الدين خرافي؟ كيف إجت المرحلة هي؟ كيف إجت النقطة هي بالضبط؟ وعملت معها؟ تفضل. سنة 2011 يعني تقريبا مع بداية الحرب في ليبيا، يعني كانت هذه الحرب في ليبيا كشفت كل شيء. يعني عندما قام الناتو بالهجوم على ليبيا، مع اني كنت مؤيد ربما نوعا ما للثوره، لكن ما حدث في ليبيا كان صدمه بالنسبه لي، كيف ان 40 دوله يعني اوروبيه تهجم فجاه هكذا على دوله افريقيه تدمرها، وائمه المساجد يكبرون ويهللون يعني ويعلنون دعمهم دون خجل يعني هكذا. وتجد يعني كيف يتلونون مثلا محمد حسان ومحمد الزغبي وغيره من الأسماء الشهيرة يعني اللامعة في القنوات الفضائية، كانوا يذهبون إلى معمر القذافي ويأخذون المال ويقولون أنه وأن ليبيا بلد المليون حافظ للقرآن ومعمر القذافي هو راعي الإسلام وراعي المسلمين وعندما اقترب موعد سقوطه أصبح كافر، مشرك، طاغية،
أين كان هذا الكلام قبل شهرين أو ثلاثة في جائزة ليبيا للقرآن الكريم؟ وبأني بما أني كنت يعني أتابع، كنت أقرأ القرآن يعني وأحفظ منه، كنت أتابع يعني الأخبار جائزة ليبيا الجائزة العالمية للقرآن الكريم. كان محمد حسان وتلك الأسماء كلها كانت هي التي تجلس على المنابر هكذا تتوجه الجزائر، والقذافي جالس على الكرسي هكذا كالملك، وهم يلحسوا له كما يقولوا بالتونسي يعني، يا سيدي يا سيد. لكن عندما سقط أصبح كافر وطاغية، اللهم ألعن القذافي، واللهم ألعن عائلة القذافي. هذا النفاق جعلني أكفر ديركتومون يعني، أكفر دون انتظار يعني مباشرة. هذا مستحيل أن يكون هؤلاء يعني، مستحيل أن يكون هناك دين أصلا ما دام طيب، هؤلاء شياطين. إن وجد ربما هنالك الشيطان موجود. سؤال هون بطرح نفسه اخي محمد، هون في سؤال بطرح نفسه، يعني لربما يقول لك قائل انه هذول يعبرون عن اشخاصهم، لا يعبرون عن الدين. يعني إن لم يعبر أئمة، حتى المسجد، هذا المسجد الذي كنت أؤم فيه الناس، إن لم يعبر الإمام عن دينه، أئمة المساجد كلها وإمام مكة إن لم يعبر هو عن الإسلام، فمن سيعبر عن الإسلام؟ من؟ صدقني لازلنا نبحث من يعبر عن الإسلام ومن يمثل إن لم الإسلام. يعبر الكتاب، إن لم يعبر القرآن عن الإسلام، فمن يعبر عن الإسلام؟ إن لم ألا تقولون أنكم يعني تتحدثون بالقرآن والسنة، وهناك فصيل جديد، فصيل القرآنيين لا يتحدث بالقرآن، تعال لنناقش القرآن. طيب عندي سؤال هون يا أخي محمد، يعني أنت لما كفرت بالإسلام، هل كفرت حاولت بالمسلمين ثم كفرت بالإسلام. كفرت بالدين كامل؟ كفرت أولا بالمسلمين ثم كفرت أيوة، بالإسلام كله. بالمسلمين أولا بس ثم بالإسلام. طيب أنت فكرت إنه تتجه لدين آخر، مثلا المسيحية هي الأقرب؟ يعني في كثير ناس إيه. كفروا بالإسلام اتجهوا للمسيحية، يعني ليش ما اتجهت للمسيحية مثلا؟ تفضل. لا نعم، المسيحية يعني اتجهت لها، ولا زلت إلى اليوم أذهب إلى الكنائس في تونس وأحضر الترانيم فقط، مع أن القس يعني دائما يتحدث عن المحبة والتسامح، فشيوخ المسيحية أو كهنة المسيحية استغلوا هذا الظرف الدموي الذي يعيشه الإسلام ليتحدث عن الرحمة والمحبة في المسيحية. يعني أصبحت يعني عندما تضع حتى قناة مسيحية لا تزيد غير كلمة محبة محبة محبة، مع أن هذا الأمر كان مختلف قبل 10 سنوات، يعني كان هنالك صراع بين اتجاهين، فجأة تلاشى ذلك الصراع وأصبح المسلمون إخوتنا. هم استغلوا الظرف يعني، وأعتقد أن هذا بتوجيه من الفاتيكان. حتى بابا الفاتيكان يتحدث على غير المحبة والسلام والتسامح، من هنالك خرجت الحروب الصليبية يعني. الآن جميعهم يتحدثون عن الأخوة، استغلوا الظرف لماذا؟ لكي يكسبوا المؤيدين، مثلا المسلمون الذين يريدون الخروج من الإسلام لكنهم بحاجة إلى الدين، وعندما يستمعون إلى القساوسة والكهنة يتحدثون بمنطق المحبة والسلام ديركت يعني سوف يلجأون إلى المسيحية، ولكنهم لا يعلمون شيئا عن المسيحية. فالمسيحية لا تختلف عن الإسلام في شيء، كلها أديان تدعو إلى القتل، ترفض الاختلاف. البوذية، الهندوسية، يعني جميعها يعني أي معتقد يفرض على تبعيه محاربة الآخر ورفض الآخر بدون شك، أي معتقد يعني. طيب أخي يا محمد، أنت حاولت تجهر إلحادك بشكل من الأشكال بعد ما يعني كفرت كتاباتي يعني أشهر شفت فيها مرحلة إلحادي، الإلحاد؟ تفضل. كتاباتي أشهر فيها إلحادي، الروايات التي نشرتها، القصائد التي أكتبها، يعني جميعه أذكر فيها إلحادي بالله، وأسب فيها الوجود والخالق والخلق بالسب، يعني بمعنى السب، لأنني أحتج وأرفض وجودي إن أوجدني خالق. طيب واجهت شي مشاكل قانونية خلينا نقول، ما عدا الغوغاء؟ الغوغاء أكيد يعني راح تواجه، بس واجهت مشاكل قانونية؟ يعني في كثير ناس لا، تفضل. نحن في تونس المكسب الوحيد يعني من أحداث 14 جانفي هي الحرية، قل ما تشاء واكتب ما تشاء
لن يسألك أحد. رائع رائع، هذا شيء كثير. المهم أن تجد من يستمع إليك. لكن الناس من يستمعون يحبون يفضلون الاستماع إلى الشيوخ، إلى الثرثرة. الإنسان بطبعه كائن خرافي يعشق الأساطير والثرثرة، بلا بلا بلا. الأكثر صراخا هو الذي يستمع إليك. أنا يعني سعيد كثير انه اقل شيء ما حدا بيحاسبك يعني على كلامك، فاذا ما استمعوا اليوم انا متاكد غدا سيستمعون لك. نعم، لا مثلا في المنزل انا اشاهد، يعني نحن نشاهد قناة الحياة، نشاهد برنامج الاخ رشيد والاخ، وبرنامج الدليل الاخ وحيد، انا وامي وابي والعائلة كلها. وحتى عندما ياتينا ضيوف يشاهدون، مع قد يرفضون البرنامج في البداية ويقولون ماذا تتابعون، ما هذه البرامج التي تتابعونها، لكن عندما يعودون الى منزلهم يبحثون عن قناة الحياة ويشاهدون البرامج التي تشكك في الاسلام، هنالك رغبة في البحث. مع صح. أن يعني قناة الحياة يعني هي القناة الوحيدة يعني التي بها متنفس، رغم أنها تدعو إلى المسيحية، لكنها بذرة هكذا على الأقل في البحث يعني. وهي ساعدتني أيضا، ساعدتني كثيرا تلك برنامج الدليل الأخ وحيد وبرنامج الأخ رشيد، يعني هما برنامجين رائعين، لا أعرف إن كنت تتابعهم. طبعا اكيد اكيد، يعني المشكلة انه المسيحيين يعني كان من الأخ رشيد وقناة الحياة وغير قناة الحياة، في قناة الكرمة، في قنوات أخرى، يعني الشيء اللي يستفادوا منه هن إن عندهم مالية ضخمة بصراحة، يعني ممكن ايه يسوي قنوات. يعني أنا بتمنى يكون قناة واحدة إلحادية وسترى العجائب من لا، مع هذا سيكون من الصعب يعني. نحن نتمنى عن قريب، والأخوة أصدقائنا شغالين على قناة العقل الحر، وأنا متأكد قريبا ستكون يعني قناة فضائية، يكون القنوات الفضائية أكثر وأكثر، يعني أنا متأكد من هالشيء. نحن بحاجة إلى هذا يعني. أخي محمد، خلينا ندخل موضوعنا وتحكي لنا على أول مرتد في الإسلام. يعني أنت قلت لي ما لا يعلمه المسلمون، يعني الأشياء اللي لا يعرفها المسلمون، أغلب طبعا المتابعين بالنت يعرفون، بس الناس البسطاء اللي ما بيعرفوا، لما تذكر لهم أم قرفة بقول لك شو هال، مين هي أم قرفة؟ مثلا تذكر لهم بئر بضاعة بقول لك شو هذا بئر بضاعة؟ تذكر لهم حديث المعاريض شو هذا حديث المعاريض؟ فيا ريت تحدثنا بالبداية عن أول عبد يعني. تفضل. عن عبد عبد الله بن سعد بن أبي السراح، يعني هذا كاتب الوحي، يعني كان هذا يعني محمد يتلو عليه القرآن وهو يحفظه وينقله عنه، يعني وهو فتح في اللغة العربية يعني. فكان يعني عندما يملي عليه محمد بعض الآيات، أحيانا هو يكمل الآية قبل أن تخرج من فم محمد، كما يعني حتى يذكر في الكتب الإسلامية، تذكر أنه عندما قرأ آية الخلق، خلق الإنسان، قبل أن ينطق محمد باختتام الآية فتبارك الله أحسن الخالقين، قال هو يعني في وسط جمهور عظيم يعني نهض وقال فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال محمد وهكذا نزلت علي. فشك الرجل، قال إما أنه أوحي إلي كما أوحي إلى محمد، أو أن محمد كذاب. فحاول أن يختبر محمد. فكان عندما يقرأ عليه محمد بعض الآيات من القرآن، مثلا عندما يقول في ختام الآية الحكيم الرحيم أو الكريم الرؤوف أو أي، يغير النص، بدلا من الرحمن الرحيم يكتب الكريم الرحيم ويعيد القراءة على الرسول، فلا يكتشف الرسول هذا التغيير. وهكذا ثبت إليه الشك باليقين بأن هذا ليس وحي. هذا الرجل يعني ربما تأتيه بعض النوبات يعني من الهلوسة، فيعطي بعض الأحاديث على نمط السجع يعني، أو كالأشعار ربما، مع أن الذي يقرأ ويدرس اللغة العربية سيجد يعني كتابات معجزة حقا يعني في الشعر الجاهلي. في الشعر الجاهلي يعني هناك كتابات، يعني هنا تلك هي العربية القحة يعني، انا اعشق طاهرة اللغة العربية. صراحة، انا اعشق اشعار عنتبة،
وهنالك اعجاز علمي في اشعار عنتره. لو ذهبنا وبحثنا بعقيده الاعجاز في الشعر الجاهلي تجد اعجاز، يعني نماذج كثيره للاعجاز العلمي. يعني لو نظرنا الى القران وبحثنا في عقيده الاعجاز لوجدناها يعني اشياء تافهه يعني ومنقوله من هنا وهناك، بينما المذكور في الشعر الجاهلي حقا هنالك اعجاز، عليهم ان يؤمنوا بالاعجاز في الشعر الجاهلي. أبسط قضايا يعني تحريم لحم الخنزير، يعني تسمع الشيوخ ليلا نهارا العالم الفلاني أسلم لأنه اكتشف أن لحم الخنزير محرم. سمعتها هذه؟ يعني يرددها شيوخ الإسلام ليلا نهارا عندما تأتي إلى المسلم وتخبره أن لحم الخنزير محرم في اليهودية في التوراة قبل الإسلام يصدم. كيف تقول هذا؟ فتقول له أنت إذا كان هنالك عالم بريطاني أو عالم أمريكي أسلم لأن لحم الخنزير محرم، فكان عليه أن يدخل في اليهودية، أليس كذلك؟ اليهودية هي السابقة بالتحريم. اليهودية سابقة بالتحريم، والإسلام نقل التحريم عن اليهودية. فلماذا هذا العالم الذي يعني بلغ من العلم مراتب عظيمة ليكتشف أن لحم الخنزير مضر، مع أن أكثر من 60% من البشرية يأكلون لحم الخنزير ولم يصبهم أي داء، يعني بل بالعكس يعيشون أكثر منه، يعني مقدار العمر للمسلمين 70 سنة 80 سنة، بينما الشعوب في اليابان وحتى في أوروبا تعيش 90 و100 سنة وأكثر، يعني حتى معدل الأعمار يعني النسبة عندهم مرتفعة. لو كان المسلمون يعني لا يأكلون لحم الخنزير لأن لحم الخنزير يقلل من العمر لكانوا يعيشون أكثر من غيرهم، لكن هذه كلها خرافات. الإسلام نقل التحريم عن اليهودية، يعني فقط عندما تعمل عقلك في كلام محمد حسان أو بعض الشيوخ الآخرين ستكتشف مباشرة أنه يكذب، قصة كاذبة يعني، لأنه لو وجد عالم كان عقلية لأن اليهودية سابقة بالتحريم. على المسلمين أن يعملوا عقولهم، هم مساكين لأنهم لا يعلمون بتحريم لحم الخنزير في اليهودية، لا يعلمون شيئا عن اليهودية ولا يعلمون شيئا عن المسيحية ولا يعلمون شيئا عن الإسلام، لا يعلمون إلا ما طيب يسمعون. محمد، كيف تصرف محمد مع أبي المسلم الأول كاتب، كيف تصرف معه لما أباح دمه؟ يعني هذا الكاتب هو أخ غير شقيق لعثمان بن عفان كاتب القرآن. بعد أن اكتشف يعني الكذب محمد هرب إلى مكة وصار يحدث الناس ويدعوهم إلى بما حدث معهم، يعني من قصص كشفت له يعني عدم صدقية القرآن. فأباح محمد دمه وأمر بقتله ولو تعلق بستار الكعبة يعني. وبالتأكيد عند فتح مكة تم قتله، يعني في فتح مكة تم قتل، هم يقولون أنها فتحت من غير دم، فتح القلوب. يعني أذكر أني عندما كنت في السنة السادسة ابتدائي هنالك نص في القراءة يسمى فتح القلوب يتحدث عن فتح مكة، وقد تأثرت كثيرا بذلك النص. لكن الآن عندما أعمل عقلي، تصور أنت مثلا أنت في قرية بسيطة ويهاجمك جيش عرمرم 10,000 رجل، هل يعني لا تمتلك غير النسوة وبعض بضعة نفر؟ يعني بالطبع سوف تستسلم، سوف تتركهم يدخلون. إذن هم يضحكون على عقولنا. كان عليهم أن يحدثون ويقولوا لنا أن جيش محمد كان عشرات الأضعاف من سكان مكة نساء ورجالا، بالطبع سوف يستسلم أهل مكة. إذن لم يكن فتحا للقلوب بل كان احتلالا واستعمارا وحشيا. وهكذا يعني، وعندما دخل مكة يعني قتل محمد كل يعني أعداءه. محمد يكره الشعراء، طيب يكره، احكي لنا عن الشعراء اللي قتلوا محمد، مثلا أم كعب بن الأشرف وكل فقد محمد يعني حتى في وشعراء يتبعهم الغاوون. محمد لأنه كان يريد أن يستحوذ على اللغة العربية، يريد أن يكون هو الكل في الكل، كان يكره ويبيح دم كل من يتقن العربية أكثر منه وأحسن منه.
هو بالنسبة له الشعراء يتبعهم الغاوون، يعني كل الشعراء وكل الأدباء يعني والفلاسفة جميعهم يعني كفرة ولا تتبعهم، مع أنه هو أيضا يقول شعرا. بعد أن أباح دم الشعراء، لديك مثلا، نحكي قصة عثماء بنت مروان التي هجته شعرا يعني، فأباح دمها فقتلها وهي ترضع. تصور أنه قتلها وهي ترضع أطفالها، يعني قطع رأسها أحد أتباع محمد وجاء يبشره بأنه قطع رأسها، ولم ينكر عليه ذلك الفعل. كان يعني سعيد. عندما تقول أنه يعني عندما نعم، ما دام محمد هو الآمر بقتلها، نقول محمدا قتلها، لأن بعض المسلمين يقول لا، لم يقتلها رسول الله، بل قتلها علي أو فلان الفلاني. إذا من أباح دمها؟ هم قتلوا باسم من؟ يعني نحن عندما نقول مثلا الشهداء قتلهم بن علي، هل بن علي اخذ المسدس وقتلهم؟ لا، أكيد اتباع بن علي هم الذين، من اصدر الامر بالقتل هو القاتل. فبالتالي مثلا عثماء بنت مروان هذه كانت تهجوه شعرا، وهو يعني يكره من يتقن اللغة العربية، أمر بقتلها فقتلت، قطع رأسها وهي ترضع. أم قرفة أيضا كانت شاعرة وكانت تهجوه، يعني تصور أنت أنه يعني أوحى إلى الناس بأن نزلت عليه سورة في أبو لهب وزوجته، وقال هو أيضا يعني في كتابه كان يهجو الناس، الناس كانت تهجوه وهو كان يهجو الناس، تبت يدا أبي لهب وتب. صحيح صحيح. هذا يعني تصور، يعني أن هنالك إله في علياء ليس لديه ما يفعله، يخلق أبا لهب، مع أن هو ليس اسمه أبا لهب، هي كنية، هي تنابز بالألقاب، الله ينبذ أبا لهب، يعني الله العظيم يخلق إنسان هكذا صغير، ثم يعني ينزل جبريل، وينزل جبريل من سابع السماوات إلى محمد لكي يقول إلى محمد تبت يدا أبي لهب وزوجته. يعني لماذا خلقتها من البداية إن كنت أنت إله؟ لماذا تخلق أبو لهب هكذا؟ ولتنزل فيه بضع الآيات لكي نرددها نحن يوميا، يعني يصلون تبت يدا أبي لهب، تبت يدا، الرجل مات وشبع موت من سنوات، يعني هو اسمه أبو سفيان على ما أعتقد، ليس أبو لهب. لكن محمد كان يطلق أبا جهل أو بعض الأسماء صحيح صحيح. المشيطنة يعني على أعدائه، فبالتالي كان مثلا يلقبهم بعض الألقاب لكي تبقى وصمة لهم، مع أني أعتقد أن أبو لهب وأبو جهل وكل من قالوا لا في تلك الفترة هم شهداء، شهداء الإنسانية، هم أول من تصدى، هم أول من تصدى. شهداء مكافحين الإرهاب صراحة. بالطبع بالطبع، تصور أنت يعني إنسان يأتي لي، إما أن بعثت بالذبح، بعثت بالرعب، بعثت لأقاتل الناس حتى يؤمنوا، تا تا قاتل 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 قاتل، فأين؟ على هو تحكي أين؟ على موضوع مقرفة، كيف أصدر أوامره لقتل مقرفة، أين؟ الطريقة اللي قتل فيها مقرفة. تفضل. هو أولا، أنت عندما يعني أم قرفة عندما تتحدث الموضوع يعني مع المسلمين وهم لا يعلمون بالاسم، عندما يبحثون فيه سيجدون أول موقع سوف يخرج لهم موقع الفتوى الإسلامية الذي سيبرر عملية القتل. كما تعلم يعني المسلمون، أو بدلا يعني عندما يجدون حرجا يعني لا يجدون أي مبرر، أي مخرج هكذا يخرجوا منه، ينتقلون إلى التبرير يعني بغباء و الثرثرة، الثرثرة، هم لا يفلحون في غير الثرثرة. أم قرفة هذه كانت يعني تتحدث عن زيف محمد وعن كذبه، يعني وعن كذب دعوته، وكانت تهجوه شعرا بالأساس. فمحمد لم يحتمل كلامه فأمر بقتله. وفي الروايات الإسلامية يقول أنها خرجت ضده في حرب، خرجت ضده في حرب وأعدت 40 من أولادها لمقاتلته، لكنها القضية الأساسية أنها قالت فيه قصائد يعني هجاء، فأباح دمها. فذهب أحد أتباعه يعني في غزوة، لا أذكر الاسم بالذات، لكن عائشة يعني كانت تقول في أحد أحاديثها، كانت أم قرفة جهزت 40 راكبا من ولدها وولدها،
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلوه ويقتلوه، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فقتلهم وقتل أم قرافة، وأرسل بدرعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أحد الروايات يقولون يعني أنها خرجت في الحرب ضده فقتلها زيد بن حارثة، لكن الروايات الأصح تقول، مع أني يعني لا أقول بالأصح أو غير الأصح، لكن الرواية التي أراها أنا أقرب إلى الواقع هي الرواية التي تتحدث عن أنهم ربطوها إلى جملين وشقوها نصفين، يعني أسروها فأمر الرسول بقتلها وهي أسيرة وقاموا بشقها إلى نصفين. تصور يعني بشاعة هذا الفعل. أولا ولو أن تلك المرأة يعني شتمتني وقتلتني وصفعتني وفعلت ما لا يتصوره، هل يعقل أن تقتل بتلك الطريقة؟ وحتى أنه لم يشقها، هل يعقل أن يأمر بقتلها؟ هل هذا أمر معقول؟ لا أعتقد أن هنالك رسول سوف يجعل عقله يعني من عقل امرأة فيأمر بقتلها ويبيح دمها، يعني وقتل محمد تقريبا 12 امرأة أو أكثر، يعني هذا دون الذين يعني اللواتي سبقه زوجته على ما أعتقد ماريا القبطية، قتل زوجها وأبيها ودخل بها في ذات الليلة. هي صفية بنت حيي اللي قتلوا صفية صفية يعني يقتل زوجها وأباها ويدخل بها في ذات الليل ويقول لها أنها كانت سعيدة جدا وفرحة لأنها دخل عليها رسول الله، ويقول لك أن فلانة بنت فلان كانت تأتي إلى رسول الله وتطلب منه أن يرجمها لكي تتطهر من خطيئتها لأنها زنت، وأم قرفة يعني هي التي أمرت بأن يقتلوها، يعني قمة السذاجة، يعني يتبولون في عقول أتباعهم، يعني للأسف يبررون للأسف للأسف يا أخي للأسف. يبررون جرائم يعني ضد الإنسانية بكلام فارغ، والذي يعني يحز في نفسك أن تجد من يقتنع بهذا الكلام، يعني شباب فتيات يعني ويدافعون ويقولون هكذا. والله أحيانا يصيبك الأحباط لأن الحجة أمامه والبراهين أمامه والأدلة من الكتب الإسلامية أمامه، لكنه يرفض أن يصدق ويأبى أن يصدق. لا أدري ماذا، صدقني هم أيضا شعوب كما قلت لك تعشق الخرافة، يريدون العيش بالخرافة. صحيح صحيح الحقائق أمامهم وبالعقل تدركها، أمور بسيطة، لو تحدث ابنتك الصغيرة ستجيبه، ستقول لك هذا صواب وهذا خطأ، هنالك يعني ميزان، هذا صواب وهذا خطأ. هم لا يوجد لديهم صواب وخطأ، بالنسبة لهم لا أدري هنالك ماذا، هنالك لا شيء، ظل ما يقوله الإمام وما يقوله الشيخ هو الموجود. هو مقفول بعقولهم للأسف. طيب أخي محمد، هون يعني بما أن موضوعنا ما لا يعرفه المسلمين، يعني ما شو أي أو ما لا يعرفه المسلمون أيضا. عن حديث المعاريض، يعني استعمال الكذب يعني بشكل فاضح، خصوصا هالأيام هاي بنشوفهم يكذبون كذب غير معقول، يعني أسلم فلان وحط علان وفي بحث الفلان وفي، يعني شيء غير معقول، شيء غير منطقي. يعني أنا امبارحة أو أول امبارحة يمكن شفت فيديو لشيخ يحلف أنه قرأ تقرير في الصين باللغة الإنجليزية. يعني أعطيني عقلك يا رجل، يعني قرأ تقرير في الصين باللغة الإنجليزية أنهم اللحمة بحطوا يعني شيء مضحك، شيء مضحك انه باللحمه بيحطوا لهم، الغرب بيحطوا لهم مشان يغيروا لهم جينات مشان ما يصير لهم اولاد، صار اولاد كلياتهم. يعني المسلمين لا ينجبون او تفضل يا محمد، تحدثنا عن حديث المعارض والتقية، كيف تعملوها؟ تفضل. عن المسلمون، يعني اولا شيوخ المسلمين هم في موقف محرج في هذه الفتره، فبالتالي يبحثون عن اي شيء ليختبئوا وراءه أتباعهم بصدقية قولهم، لأن أتباع يعني أتباعهم المسلمون يعني مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي أصبحوا يسمعون عن أشياء، فبالتالي يريدون إجابات من الشيوخ.
لكن الشيوخ لا يجدون إجابات لهذه الأسئلة الطارئة عليهم، فيجدون أنفسهم في موقف محرج، فيلجؤون إلى ماذا يلجؤون؟ يلجؤون إلى الأكاذيب، وفلان أسلم، وسيلين ديون أسلم، وفلان يعني هكذا، بينما كل يعني أحاديثهم كذب في كذب. والمعرض أن يعني أن يتكلم الرجل يعني، وهذا في أحاديث يعني، هناك الكثير من الأحاديث التي تتحدث عن كذب يعني، حتى الصحابة كانوا يكذبون يعني، يتحدثون يعني عن أمور غير موجودة في غاية في أن يثبتوا، لغاية إثبات صحة قوله يعني، سفسطة سفسطة يعني، السفسطة تعرف ما هي السفسطة يعني، سفسطائيين. والشيوخ المسلمون هم أكبر سفسطائيين يعني، كيف كما نقول يعني بلطك بالكلام يعني، يأكلك بالكلام، يتحدث، ولكن كل أحاديثهم ثرثر. يخرج الشيخ يحدثك عن الإعجاز العلمي في بول البعير، أو ويلقي لك خطبة مطولة، وقال فلان وقال فلان وقال فلان، لكن جميع حديثه ماذا؟ كذب في كذب. والمسلمون، وبما أنهم شعوب لا تبحث، شعوب لا تقرأ، يصدقون وتسرح تلك ما يعطيهم الإمام يوم الجمعة، يعطيهم بعض الكلمات بعض الأفكار، تنتشر بسرعة كالهشيم في النار، فتجدها في كل بيت في كل زاوية، الناس كلهم يتحدثون عن ذلك الشيء، مع أنه يعني غير صحيح وغير مثبت لا علميا ولا أي شيء. يعني نأخذ أبسط الأمثلة هكذا، مثلا الرقية بالقرآن. تصور أن الناس يعني تصرف مثلا في تونس يعني، رغم فقههم، أنا يعني وأنا مربي يعني، تصور أن لي بعض الأولياء ماذا يفعلون عندما يجد ابنه مشكلة في التعلم؟ إلى أين يلجأ؟ أطلب منهم أن يلجأوا إلى أطباء النفسيين وأخصائيين في علم النفس في صعوبة التعلم وحالات الرفض المدرسي، يلجأون إلى فتح الكتب، يذهبون إلى الشيخ، نقول في تونس يحل عليه الكتاب، لا أدري إن كان هذا الأمر موجود في سوريا، يذهبون إلى الشيخ والشيخ يفتح كتاب القرآن ليرى إن كان هناك معمول له عمل أو لا. تصور أن ابنها يدرس يعني عمره 6 سنوات، يدرس بالسنة الأولى، تأخذه إلى الشيخ لتعرف لماذا هو لم يأتي بنتيجة جيدة في امتحان الإيقاظ العلمي، ولماذا لم يأتي بنتيجة جيدة في امتحان القراءة. صدقني هذا أمر معيش، كوميديا صدقني، بصراحة، كوميديا يعني للأسف الشديد. هذا أمر أعيشه يوميا يعني. وتنظر إلى يعني الأم بجانبها وتقول لها ذهبت إلى الشيخ الفلاني وقال أن جارتي الفلانية وابنتها فعلت به تلك الفعلة، وها أنا أرقيه يعني، ترقيه بالتعويذ أو ما يعني حقا يعني، من أفضل أن نسكت يعني، لأنه لا يوجد أصلا. حتى لماذا سنرد على هذه الترهات يعني؟ الرقية الشرعية، وكما ترى يعني الفضائيات فضائية الرقية الشرعية تقريبا يعني، هنالك 100 أو 200 فضائية في النايسات بالرقية، للأسف جميعها تربط القرآن الكريم وتطويل القضيب وتقصير القضيب وسرعة القذف، يعني يسخر سخرية، لا أدري. المشكلة أن هنالك من يصدقهم، صدقني يعني أمرض أحيانا أمرض. تصور يعني أذهب إلى بيت أحد الأقرباء وهم يضعون تلك القنوات، قنوات الرقية يعني، وقنوات للرقية تبث يعني في شراءة الكتاب لديها ماذا تبث؟ خبر عاجل، علاج سرعة القذف، خبر عاجل، علاج البرود الجنسي يعني، وهو يقرأ يعني، يقرأ يسخرون من قرآنهم، يسخرون من دينهم أصلا يعني، يضع يعني الدين مع الجنس في قناة واحدة، والناس تتصل، والناس يعني أشياء تصيبك يعني بالاكتئاب مباشرة، فلا تجد ما تقوله ولا تجد ما تدافع أصلا. لا هذا هذه هو هي الشعوب يعني، دي مسخرة يعني، هو حقا فقط يعني. لتنويم هالشعوب هذه. وإياك أن وإن أنكرت عليهم فعلهم تجد وابلا من الشتائم. مثلا أنا عندما أنكر هذا تلتفت إلي خالتي وتقول بالتونسية،
يا ولد اختي انت ماكش لاباس، قولي ما عندك. انا جننت يعني، اصابني مس من الشيطان واصبحت موضوع كاتم. الشفاهة الصراحة يعني هذا شيء بنعيشه كل نهار. يعني نحن إذا بتروح شوف تعليقات على الفيديوهات اللي عم نعملها، شوف كم الشتائم البذيئة، يعني للأسف الشديد شيء منحط إلى أبعد الحدود. يعني يا ريت هلا تحدثنا عن الشتائم اللي نطق بها القرآن ومحمد وأصحابه. يعني ايه نحن بنقول بس نحن بنقول إنه يعني ليش بيأتي من فراغ؟ يعني اليوم الأمة الإسلامية فظيعة بالشتائم، يعني ايه الشتائم هذا شيء مقدس أصلاً. يعني ايه هو القرآن يعني المرجع الأول للمسلمين، هو كتاب شتائم بامتياز. يعني لنأتي مثلا، يقول في الكتاب: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هنا يشبه اليهود بمن؟ بالحمار. نعم يعني نعم تصور أن الإله يعني بعد أن شبههم بالقردة والخنازير وقال أنه مسخهم قردة وخنازير، تصور يعني أن القرآن يعني أن الإله يخلق بشر ثم يقول له: أنت حمار، أنت قرد، أنت خنزير. يعني ثم يأتي في موضع آخر، يعني تصور يعني يقول: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تصور يعني أن الإله يلتفت إلى يعني أنك مثلا تصنع يعني دمية أو تصنع لعبة من الصلصال وتقول لها: أنت كلب، أنت تشتغل. حمار. الله مخترع يعني اصلا. ويقول أيضا في موضوع آخر أنهم نجس: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. يعني يلتفت إليه ويقول له: أنت يعني الإله يلتفت إلى خلقه يقول: أنت نجس، أنت نجس. مع انه هو خلقهم يعني مثل ثم يأتي يأتي في اصلا موضوع آخر بكره كان يلعن. عنها نجسه. لا، والكارثة الأكبر أن الإله يلعن، يعني معنى اللعن يعني إن الله لعن الكثيرين وأعدهم لهم سعيرا. لماذا خلقتهم إن أنت لعنتهم؟ يعني لماذا خلقتهم بربك؟ يا ربي قل لي لماذا خلقتهم لتلعنهم؟ كان الأمر بسيط، لا تخلقهم، أمر بسيط يعني لا تخلق خير. إن الله لا ي... لا... إن الله يهدي إليه من يشاء. إذا لماذا تخلق الكفار أو أصلا يعني إن كنت أنت يعني الإله، إذا لماذا تعذبني أنا؟ أنت تهدي إليك من تشاء، إذا لماذا أهدني إن شئت؟ فإن لم تشأ لا يحق لك أن تعذبني، أنت بالضبط. تهدي من تشاء، إن شئت أهدني، إن لم تشأ أن تهدني أنت المسؤول. يعني يستطيع الآن، يعني هو لديه القدرة الآن، يعني إن كان ممكن. منطقيا اليوم انت شئت ما تهديني، فكيف بيحق لك تعذبني؟ يعني لانه انا ما طعتك، انت اللي قلت لي لا تطيعني، فكيف بدي تعذبني على ما طعتك؟ يعني شيء غير يعني هو قال يعني إن وجد إله سوف نحاسبه بقوله هذا. بالضبط. أنا أتمنى أن ألتقيه يوما آخر يعني لكي أريه ما كتبه. يعني ماذا ثم يقول: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني الإله يلتفت إلى البشر ويقول أنهم كالحيوانات أو أضل سبيلا. يعني يخلق إنسان يقول له: أنت حيوان، أنت كلب، أنت نعامة، أنت زرافة. تبت يا أبي لهب وتب، يعني تبت، يعني تبت، يعني نوع من نوع الشتم. يعني أبو لهب وأبا أنت، يعني ويصدر ألقاب، يعني تنابز بالألقاب، يعني هذه سخرية. يعني على كل حال انا بشجع اصدقائنا المتابعين انه يكتبوا تعليقاتهم تحت الفيديو، بل تعليقات، ويا ريت كمان اسئله، وراح نفتح السكايب بعد شوي كمان. يا ريت اتمنى المشاركه كمان، واتمنى يعني مشان تغنوا الحلقه معنا ويكون حوارنا مفيد. طيب اخي محمد، يعني يعني نحن تقريبا يعني الحلقه صارت تقريبا اخذنا يعني خلينا نرجع لموضوع الالحاد والانجهار بالالحاد. شو بتقول للملحدين المترددين، خلينا نقول باجهار الحادهم؟ تفضل. لا تخافوا، هناك اغنيه لفيروز عنوانها بدنا نكمل، بدنا نكمل. يعني لا تخافوا، ما في حبوس كتير تساعد كل الناس،
لا يوجد سجون كثيرة لكي يضعون كلنا في السجون، ولا يستطيعون قتلنا جميعا. صحيح. يفعل ما يفعل، يقتلون، يأسرون، يشتمون، ينكرون، يفعلون ما يشاءون. صوت العقل سوف يظل، وسوف نبقى، وسوف نقول أننا ها هنا موجودون، رغم يعني ما فعلوه. يعني أنا يعني من أشد المعجبين بصفحة بعبدالله القاسمي، والآن يعني أنا بعد 50 سنة أنشر مقاله القاسمي، وأوزع يعني حتى كتب عبدالله القاسمي لكي يقرأها الآخر. عبد الله القاسمي لم يكن يتصور أنه سيأتي بعد 50 سنة من ينشر كتبه ومن ينشر أقواله، لكن ها نحن موجودون، وبعد 100 سنة و200 سنة سوف يأتي من ينشر كلامنا هذا، ويتحدث يعني ويقول كان في ذلك الزمان، في هذا الزمان الذي من الصعب فيه أن تقول لا، كان هنالك من يقول لا ويتحدى. وأتمنى من أن يعني المسلمون المقيمين في الدول الإسلامية، يعني مثل أنا في تونس، في الجزائر، في مصر، في غيرها من الدول، أن يتحدثوا هم، أن يكونوا هم رواة هذه الحركة. يعني ليس الأجانب، يعني المسلمون الأجانب ربما هم الملحدون الذين يسكنون في دول أجنبية، ربما لديهم يعني بعض بعيدين عن المشاكل نوعا ما، لكن عندما يتحدى المسلم الذي يقيم في دولة إسلامية ويشهد الحاجة ويتحدث هكذا بكل تلقائية، يكون يعني هو إله في حد ذاته، هو الثورة، هو إله، صدقني يعني. وهذا الوصف يعني هو الإله، يعني أن يتحدى في عقر دارهم. وماذا سيفعلون؟ لن يفعلوا شيئا، قاتلوا فليقتلوا، ذبحوا فليذبحوا، مهما فعلوا صوت العقل سيبقى باقون ما بقي الزعتر والزيتون. بالضبط بالضبط. يعني صوت العقل، يعني العقل هو سمة الإنسان، ومستحيل بعض الغوغائيين، الفكر الغوغائي الغيبي هذه ممكن يقضي على العقل. لو كان ممكن يقضي على العقل لما شفنا التكنولوجيا، ولما شفنا العلماء، ولما شفنا الأبحاث وغزو الفضاء. لو كانوا قادرين على إلغاء العقل أصلاً، يعني كان الأولى بالكنيسة أنه تلغي العقل في العصور بال500 سنة الماضية على الأقل. يعني الشعوب العربية يعني منذ 1400 سنة وهي تبحث عن ذاتها، يعني غارقة في الدماء، غارقة في الهموم، تاريخهم تاريخ حروب، تاريخهم تاريخ دماء، لن يجدوا حلا ولن يجدوا الخلاص والتخلص من جميع مشاكلهم إلا بالابتعاد عن الإسلام. الإسلام هو المشكل وليس الحل. هم يقولون أن الإسلام هو الحل، ونحن نقول أن الإسلام هو المشكل. الإسلام لا يبشر بغير، لا يبشر بثقافة، لا يوجد ثقافة أصلا في لا الإسلام. يوجد ثقافة، لا يوجد ثقافة بالإسلام نهائيا. من يعني يريد أن ينهض ببلاده، أن ينهض بمجتمعه، عليه أن يتخلص من كل رواسب الإسلام ويلقي بها في أقرب بوبالة، في أقرب مزبلة، ويأتي سوف يولد من جديد. العرب قبل الإسلام يعني هم يسمونها فترة جاهلية، وهي بالعكس بل كانت فترة إبداع، فترة إبداع. ما يسمونها بفترة الجاهلية قبل الإسلام هي فترة إبداع. كان هنالك شعر، تحدثوا عن الحب، تحدثوا عن العشق، تحدثوا في كل شيء. ثم جاء الإسلام وحولهم إلى أكياس في الظلام، يعني غارقون في الظلام. سود حياتهم، سود حياة تعد ربما لم يعد لدينا وقت نتحدث فيه. لا لا، خذ وقتك، خذ راحتك، تفضل. لأن تعدد الآلهة في الجزيرة العربية، وتعدد المذاهب، وتعدد المناهج والأفكار، هذا يولد طاقة. كل فريق يريد أن يكون أفضل من الآخر، كل فريق يريد أن يبرز، أن يقول مثلا نحن من أتباعنا العالم الفلاني، نحن من أتباعنا الكاتب الفلاني، نحن من أتباعنا الباحث الفلاني. عندما جاء الإسلام حصر كل شيء، إله واحد، صوت واحد، دين واحد، وحد كل شيء. يعني الواحد هنالك يعني يجب أن تراه بعين واحدة، لون واحد، اللون الأسود فقط، يعني يا أبيض يا أسود،
هذا يعني ماذا أنتج؟ أنتج شعوب غير قادرة على الإبداع، شعوب غير قادرة على العطاء، روتين. أنا أرى، يعني عندما أراه، يعني عقل واحد جامد مثل الحليب، يعني مسكوب في أجساد في علب مختلفة، يعني هم علب بالنسبة لي. الذين أراهم يوميا هم علب، يعني سكب بها عقل معين، فأصبحوا غير قادرين على التفكير، على البحث، غير قادرين على فعل أي شيء. وهذا يعني ما يصيبني بالإحباط، لكنني دائما أأمل في التغيير، يعني أأمل في التغيير. دائما هنالك أمل لأن نعود، يا ليتنا نعود إلى فترة عبادة الأصنام، يعني كل يعني يصور إلهه كما يشاء، هكذا صنم جميل، يعني تحفة فنية يجعلها في بيته يشاهدها ويتعبد فيها، أفضل من أن نعبد يعني صنم غير موجود، يعني ونخشاه ونخافه أكثر من الصنم الذي تضعه أمامك. يعني نأمل أن يأتي التغيير. أكيد سوف يأتي التغيير، يعني بكل تأكيد، والتغيير قد بدأ، وأنا الحياة متأكد بكل ثقة يعني التغيير بدأ وسوف لن يطول الوقت، يعني 10 15 سنة ليس أكثر راح نشوف الإسلام ينهار كما انهار الاتحاد السوفيتي بالضبط، يعني سوف يخرجون من دين الله أفواجا، وهم يخرجون من دين الله أفواجا، وأنت كأكبر مثال، كنت إمام جامع يعني وخرجت، وعندنا الأخوة كثيرين بصراحة، يعني قابلتهم وكانوا أئمة مساجد وكانوا سلفيين وكانوا شيوخ وكانوا من علماء الأزهر، وكانوا وخرجوا من الإسلام في فترة قصيرة جدا، من 2010 لحد هلا، يعني ف العقل بدأ يعمل، العقل بدأ يعمل، والإنترنت شغل العقول وعطى الضوء اللي ممكن العقول تشوف طريقة فيه، طريقة بالضوء هذا، يعني فالثورة بدأت ولن تتوقف، ومستحيل شيء يقف أمام العلم. يعني أتمنى ذلك، أنا تشرق الشمس. أشجع أخوتنا المشاهدين، يعني أنا فتحت السكايب، يا ريت يتصلوا فينا ويعلقوا ويساووا مداخلات وأسئلة، بتمنى من المشاركة، يا ريت تشاركونا بالحلقة. كثر هم الذين يخشون الحديث ويخشون حتى المشاركة بالرأي أو بفكرة، أو حتى يخشى أن يضع تعليقا، يخشى أن يراه فلان أو فلان أو فلان. هنالك يعني مثلا نحن في صفحة عبد الله القسيمي، عندما ننشر أي يعني تعليق، أي منشور، ويضع أحد ما تعليق، سرعان ما أصدقاء الذي وضع التعليق يعيبون عليه لماذا وضع ذلك التعليق، أو حتى وضع إعجاب. يعني تصور، يعني تصور أنك، وهذا ما هذا ما ينشأ به الحب. في عندي سؤال أخي من الأخ سالمة سالونج، يعني أنا قراءتي بالإنجليزي شوي ما كثير، المهم السؤال هو للأخ محمد، بيقول ما هو برأيك أفضل طريق لإقصاء الإسلام وشيوخ الجهل تماما من سلطاتهم الدينية التي من خلالها يسيطرون على حياة شعوبنا البائسة المدنية والاقتصادية والسياسية، وقادوها لأوتار مركب الشعوب، يعني وقادوها يعني حضيف. خلينا نقول، تفضل. نقطة ضعفهم هو الإسلام، هم يتحدثون عن الإسلام ويستقون بالإسلام، لكن الإسلام في حد ذاته هو نقطة ضعفهم. عندما تأتي أنت وتكشف لهم ما يخفونه من دينهم، تفضح ذلك أمام الناس، وتنشر ما أخفوه عن المسلمين، تلك هي نقطة ضعفهم. لأن المسلمين ويسألوهم عن مثلا عن ابن السراح، سيسألوهم عن أم قرقة، عن التناقض في القرآن، عن
وشيوخ لن يجدوا إجابات، ليس لديهم إجابات، سيسألوهم عن أكاذيب الإعجاز العلمي، سيسألوهم عن ذلك، لكن ليس لهم أي إجابة. عندما تسأل أي شيخ سؤال منطقي عقلي، سوف يجد نفسه مصطدم بجدار، واجهه بالحقيقة لن يجد أي طريقا للهروب. هذه هي نقطة ضعفهم، الإسلام هو نقطة ضعفهم. على الملحدين أن يعرفوا الإسلام جيداً، عليهم أن يعرفوا نقاط ضعف الإسلام، يعني بصراحة النقاط التي لا يتحدث، يعني الملحدين يعرفون جيدا نقاط الضعف الإسلام ويعرفون الإسلام أكثر من المسلمين بكثير، يعني وما يعرفونه عليهم أن يخبروا به المسلمين، بالضبط، حدثوهم عن دينهم، هذا شعار، يعني أن حدثوهم عن دينهم، هذا أيضا يستحق برنامج، يعني علموهم إسلامهم، يعني بالضبط، وهذا ما يفعله يعني برنامج الدليل. هذا واجبنا وهذا لازم نوصل صوتنا يعني خلونا الأمر بسيط، فهمهم. نعم الأمر بسيط، يعني بسيط، يعني فقط علينا أن ننظر، هم قادرين على إعمال عقولهم، لكن لم يجدوا الطريق، لم يجدوا الطريق، نحن علينا أن نريهم الطريق. نحن أيضا لم نجد الطريقة في البداية، لكننا أدركنا، لم نولد ملحدين بالفطرة، كنا مسلمين وغيرنا كانوا مسيحيين، صحيح. لكن في فترة ما حدثت يعني صدمة في حياتك جعلتك تترك الإسلام، وهذا ما نحتاج إليه. يعني علينا أن نريهم الثغرات، مثلا لو بحثنا، يعني هم يعني كثير يعني من المسلمين الآن أصبحوا قرآنيين، يقولوا لك أن جميع المصائب تأتي من الأحاديث والكوارث تأتي من الأحاديث، فلجأوا إلى القرآن على اعتبار أن القرآن باعتقادهم لا يحتوي أي ثغرات، مع أن القرآن يعني هنالك، لو كان هنالك مسلمين متابعين الآن، نأخذ بعض الثغرات في القرآن، لا أدري إن سمح الوقت، يعني يقول يعني في أحد، سوف أقرأ يعني بعض الآيات من القرآن، يقول: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تتبع الآية وسياق الآية: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والقرآن والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم من عند ربكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. انظر، هذه الآية من سورة البقرة يقول فيها النص: اتخذوا العجل ثم أخذتهم الصاعقة، كما قلنا ثم اتخذتم العجل بعد ذلك فأخذتكم الصاعقة. لو نذهب إلى سورة النساء، انظر الآية ماذا تقول. حسن، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل. رأيت؟ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل، بينما في سورة البقرة ماذا قال؟ اتخذتم العجل من بعده فأخذتكم الصاعقة. فهمت النقطة؟ يعني أتمنى أن تكون متابعة. أها، متابع متابع. في سورة البقرة، يعني وأتمنى من المسلمين أن يبحثوا الآن يعني في الكتاب، اتخذتم العجل في سورة البقرة، يقول يعني الآية 50 تقريبا، يقول: اتخذتم العجل فأخذتكم الصاعقة. ثم يأتي في سورة النساء ويقول: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل. يعني هذا تناقض شديد في النص، يعني فقط لو فكر قليل. أنا لا أتآمر عليكم، أنا لست هنا لأتآمر عليكم، لأن عقلية المؤامرة معششة في العقول، أنا هنا لتنوير العقول، لنأخذ النص، يعني قارن بين الآية في سورة النساء، أقرأها جيدا، لأن أغلب المسلمين لم يقرأ القرآن، حتى ومن يقرأ القرآن وهو غير عالم باللغة العربية من المستحيل أن يفهم، لأن القرآن نص مبهم، نص غير قابل للفهم، القرآن نص مبهم، ويكذب المسلمون عندما يقولوا لك: قرأنا القرآن وفهمناه. هم أصلا أمة 70% منهم أميين،
لا يعرفون القراءة والكتابة، فما صحيح. بالك بالذين لا يتقنون غير القراءة فقط. تصور أنت، يعني أنا يعني لدي يعني بعض العلم بمناحي اللغة العربية ولا أفهم الكثير في القرآن، فما بالك بهم يعني الذين لا يعلمون لا نحو ولا صرف ولا سجع ولا، يعني عندما ينظر إلى النص القرآن لا يفهم شيئا، هو فقط يقرأ هكذا يردد ثم يقول أشعر براحة عندما قرأت القرآن، لا أدري أين وجدت تلك الراحة، مع أنها يعني ربما هي في المخيل النفسي يتخيل أنه ارتاح فيرتاح، لكن يعني عندما تتأمل النص القرآني سوف تجد الكثير من التناقضات، وهذا أبسط تناقض. يعني في المرحلة الأولى في سورة البقرة يقول اتخذتم العجل فأخذتكم الصاعقة، في المرحلة الثانية فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذ العجل، ولا أدري يعني هم أخذتهم الصاعقة فماتوا ثم كيف اتخذوا العجل؟ والله لا استطعتني، يعني مخك يقف، عقلك يقف في بعض الآيات، كيف يصدقها المهندسون وكيف يصدقها الأطباء؟ يعني وظاهرة يعني غريبة أن أغلب الأطباء يعني وأغلب الدارسين في الجامعات العلمية تجدهم متدينين ملتحين والنساء ملقبات، يعني تستغرب يعني ماذا قرأ هذا؟ ماذا قرأ طوال 25 سنة؟ ماذا للأسف كانوا يسكبون في عقله؟ يعني للأسف يعني المتعلمين، خلينا ما بقدر أسميهم مثقفين ولا شيء، المتعلمين مهندسين ولا الأطباء أصلا لا يفكرون بالقرآن، أغبي. يقرؤونه فقط لمقدس، شيء مقدس، ولا يقتربون إليه. يعني بيشوفوا تناقضات والعقل بيشتغل، ولكن يكبحون جماح عقلهم. وهم أشد تطرف، صدقني أنا عندما أتحدث مع جدتي يعني التي لا تدرك القراءة والكتابة تفهمني وتسخر أحيانا من بعض الأشياء، يعني جدتي التي لم تقرأ ولم تكتب لديها حس نقدي فذ، يعني بينما عندما أتحدث يعني مع بعض الطلبة يعني في الجامعة، طلبة القانون يأتي ليتعلم القانون يعني وهو مرحلة ثانية في القانون، ويقول لك قانون وضعي وضعه الكفار يعني وقانون كفر، هل ما زالت لديك قابلية لكي تجلس معهم في ذات الكرسي؟ يعني صدقني أكره الذهاب إلى الجامعة لكي لا أرى وجوههم، لأني أشعر أني ذاهب إلى مصدر لنشر الحمق لنشر الجهل. تصور أني أقرأ عند يعني دكتور في القانون ويحدثني عن إعجاز علمي وعن مؤامرة على المسلمين، ماذا سوف تفعل؟ يعني أنت في مكاني ماذا؟ هل سوف تذهب لتتعلم منه؟ فليمسك عنده علمه، يعني لا أريد أن أتعلم منهم شيئا، يعني لأن الغباء صدقني طريق. وتعرف صدقني يعني التطرف لدى المتعلمين أكثر من التطرف لدى الأميين، والتطرف لدى الزنادقة يعني شارب الخمر والفتاة، أحيانا تجد فتاة مسلمة متبرجة غالبا ليس أحيانا متطرفة أكثر من المحجبة والمنقبة للأسف 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 وغبية أكثر منهما. المحجبة والمنقبة ربما هي تمر بفترة وجودية يعني ومن يدري يعني، وأغلب الذين ألحدوا يعني كانوا كنا منقبات وكنا محجبات يعني ثم ألحد، بينما التي لم تتحجب لم تزع حجابا على رأسها تجدها غبية بالفطرة، يعني فترفض أي حديث في عن الإسلام أو شيء، تقول ذلك ديني ولا نعم لم أرتدي الحجاب، الله أنتظر أن يهديني الله إلى ارتداء الحجاب لكي أتم ديني، تجدها وعقل وعلى الأقل يعني المنقبة والمحجبة تطلع على الإسلام وتفكر وتعمل عقلها وقد تترك الإسلام، وغالبا كما قلت لك المنقبات يعني نسبة كبيرة من المنقبات اللواتي ارتدينا النقاب عن قناعة لا على أساس عادة. نحن في تونس يعني النقاب ليس ثقافة، لكن التي ترتدي النقاب تكون تبحث يعني وتفكر يعني وتمر بمرحلة بحث وجودي يعني وتمضي فترة، إما أن تنتمي إلى التنظيمات الإرهابية وإما أن تخلع النقاب وتلحد، يعني لأنها دائما في حالة بحث. فهمت؟ في اليمن النقاب يعني هو ثقافة، والسعودية ثقافة يجب أن ترتدي النقاب، لكن نحن في دولنا المغاربية يعني إن ارتدت النقاب فاعلم أنها بصدد البحث وتتحدث إليك وبإمكانك إقناعها، صحيح صحيح بينما تتحدث مع متبرجة يعني فلا تجد منها غير السد والجهل والتخلف.
للأسف. والمتعلمين كما المتعلمين يعني والزنادقة وشاربي الخمر هم أشد تطرفا من الأخوانجية كما يقول من المتدينين يعني الذين يظهرون الدين. يشعرون بالذنب على طول، وبدون ما يطلعوا، يعني حاسين أي بالذنب، حاسين بالذنب. وبالتالي ولكي يلقي عليك يعني لكي يلقي عليك همومه وذنوبه لكي تخلص من بعض شعوره بالذنب يواجهك أنت ويقول عنك أنك كافر وملحد وعدو الله وعدو الإسلام، هكذا يشعر بنوع من الطمأنينة يعني أنه على الأقل أثار تظاهرة يعني ودفع عن الإسلام. عقلية يعني عقليات يعني حفظها. أخي محمد، يعني نحن تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة، شو تقييمك لحملة إجهر عموما يعني؟ لحد الآن يعني جيد، المهم أن هنالك حملة يعني جميل أن تكون حملة يعني هذا إنجاز عظيم. لا تنسى أننا في دول يعني قمعية وخاصة يعني نحن مثلا لم تقمعنا السلطة في تونس فيقمعنا المجتمع لأن الخوف هو المسيطر. أصبحنا يعني مجتمع رقيب، نحن الآن في ثقافة المجتمع الرقيب. لم نعد بحاجة إلى سلطة، لم نعد بحاجة إلى ماذا تسمى النهي عن المنكر في السعودية، جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن لسنا بحاجة، لأن المجتمع يراقب، الجيران يراقبون بعضهم، العائلة كل فرد يراقب الآخر. هذه الرقابة والسلطوية المفروضة علينا جعلتك تخشى حتى أن تتنفس، أن تقول أي شيء. هذا للأسف أمر جيد أن تكون هنالك حملة يعني ونخرج ونتحدث دون خوف. مع أني يعني أتحدث هكذا في القطار في الحافلة، إن أعجبهم سمعوا وإن لم يعجبهم ليخبطوا رؤوسهم عن الحائط، من يريد أن يقتل فليتفضل أنا جاهز للموت لن أخافهم، أتحدث دون خوف يعني عادي. فكرة وجرب جرب نصيحتي إلى كل المستمعين المسلمين، جرب 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 لا تخاف، جرب أن تسكت تكسر الخوف سوف ترى ما أجمل الحياة يعني ما أجمل الحياة عندما تسير في الشارع وأن تضحك على عقولهم، تسخر منهم ومن سذاجة عقولهم، كيف يعني شعوب استهلاك، هي شعوب تستهلك كما تستهلك الدين، تستهلك الفواكه وتستهلك كل الأكاذيب. أدعمكم وأتمنى أن تواصلوا هذا النهج. تسلم أخي محمد، تسلم. في أهلا. أخ صديق جاي عرب بيقول من كم سنة قررت التحرر من الفكر الخرافي، فبيسأل سؤال: أين تعيش، في فرنسا أم تونس؟ طبعا أكيد أنت عرفت أنك تعيش في تونس، يعني في تونس أعيش، في تونس كل شيء تونسي يعني لا 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 لن أعيش في فرنسا يعني سأعيش في تونس وسأبقى هناك كالدودة التي ستخرب عقولهم هكذا. لا، لست كالدودة، أنت كالشمعة التي تنور العقولهم، لست كالدودة، كالشوكة في الحلق، لا لست كالشوكة. شمعة، أنت شمعة في عيونهم. نعم، لا. جمالية التحدي والمقاومة والنضال تكون من يعني عند يعني مثلا عندما تتحدى السلطة من الأفضل يعني المناظر الحقيقي هو الذي يتحدى السلطة وهو في البلاد يعني يسجن، يرفض، ينكرون عليه، يعذب، هكذا يكون هنالك طعم للمقاومة، هنالك طعم للاختلاف. أنا عندما أعبر هكذا في تونس أعجب بنفسي أصلا يعني أقول أنني الآن في تونس يعني أتحدث هكذا دون خوف، سعيد جدا يعني لا أخاف على منصبي، لا أخاف على أي شيء، مع أني يعني مربي يعني وأقوم بتربية الأطفال يعني، ولو أن الدولة يعني هكذا تنتبه إلى وجودي تقطع رقبتي، ولكني أتحدث دون خوف، لا أخاف أي شيء، لا أخاف غير يعني قد يخشى ويقول قد أفصل من العمل، قد أخسر عملي يعني لأني باع في المشروع، بالتالي قد أخسر عملي، لا يهمني أي شيء، باقي هنا، سأتحدث 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 حتى يعني والموضوع بحاجة لتضحية بصراحة، يعني نعم لم تحترق إن كنت شمعة، لم تحترق أنا ولم تحترق سمير الدرب. من صحيح. يجب أن نتحدث، البداية صعبة لكن مع الأمر يعني البداية تكون مختلفة هكذا، لكن شيئا فشيئا يصبح عادي يعني. يعني في تونس مثلا هناك جمعية شمس للدفاع عن المثليين، تصور يعني أنه في العالم العربي أصبح هناك جمعية للدفاع عن المثليين والمثليين يخرجون في القنوات التلفزية التونسية، تصور يعني
يخرج ولا يدافعون عن حقوقهم ويدرسون في الجامعات وعادي. هذا أمر جيد يعني، هذا أمر صحي يجب أن تتحدث. بداية صعبة بداية، لكن عندما هذا وهذا، لا أنكر أن أول الخارجين يعني تعرض إلى الضرب والشتم والرفض، لكن شيئا فشيئا تعود المجتمع، ونحن مجتمعات تتعود بسرعة يعني. الجميل أننا مجتمعات تتعود بسرعة، فقط البداية هي الصعبة. لو تحدثت أنا وتحدث غيري وتحدث عن الإلحاد وعن 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 عدم وجود، سوف تفتح تصبح الفكرة عادي يعني، عادي تحدث بما تريد، سوف نقبل الاختلاف. لكن إن سكتنا هكذا، أسكت 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 خير أسكت خير أسكت خير أسكت شي يهمك أسكت شن دخلك، فمن سيتحدث؟ سوف تبقى نفس المشاكل. سوف لولا لم يحترق البوعزيزي ما كانت لتقوم ثورة يعني، صحيح. هكذا. إذا يجب أن نضحي، يجب أن نقاوم، وخاصة رسالتي أوجهها إلى المقيمين في الدول العربية، في مصر خاصة وتونس، يعني هذه الدول يعني التي بها أمل، مصر تونس لبنان سوريا التي أتمنى أن تعود سوريا كما كانت وأقولها بحرقة يعني، الجزائر، المغرب، يجب أن نتحرر، لنتحرر نحن كي نحرر الصحراء من عقلية الخرافة. قاوموا قاوموا تحدوا، قولوا لا. بكل تأكيد. طيب أخي محمد، كلمة أخيرة بتوجهها لأصدقائنا المشاهدين ومتابعي البرنامج، تفضل. أوجه الكلمة إلى التونسيين، أقول لهم يعني تجمعوا وعبروا عن رفضكم للإسلام، لا تخشوا أي شيء. وأيضا إلى الكل المسلمين، فكروا فكروا، الملحدين عليهم ألا يخافوا، والمسلمين عليهم أن يفكروا، ونحن جاهزون للنقاش يعني، من يريد أن يناقش فمرحبا. ونتمنى منكم يعني في البرنامج أن تأتوا بالمسلمين يعني، لا نتحدث وحدنا هكذا، أتمنى أن يأتي مسلم لنقاشنا وهكذا يكون الحوار أسرع، فهمت؟ ليعبروا أيضا، حتى الذين في مرحلة الشك سوف ينفعهم وجود حوار بين مسلم وملحد، سوف يستمع من هذا ويستمع من ذاك ويعمل عقله ويقارن يعني. هنالك يعني برنامج رائع يعني، دكتورة وفاء سلطان مع الشيخ عمر بكري في برنامج الأخ رشيد يعني، تلك الحلقة يعني كانت رائعة. أظن على قناة مسيحية غير قناة غير رشيد. لا، على قناة الحياة، لا على قناة الحياة في برنامج الأخ رشيد يعني. ويعني وكل يعني طرف لديه 3 دقائق للحديث، فكان يعني الشيخ المسلم وهي تأخذ كلامه يعني وتضربه به، تقول له أنت قلت، فهو يعني لم ينكر على الإسلام، اعترف أن الإسلام دين قتل ودين ذبح، ومن لم يسلم يقتل وتصب زوجته ولا تبنى الكنائس في بلادنا ولا ولا. وهي تقول له إذا هل أتيت أنا بشيء من عندي؟ يعني لو كان هنالك مسلم بيننا الآن يتحدث معنا سوف يعلم أننا لم نأتي بشيء من عندنا. المسلم الصادق طبعا، ليس المسلمون الذين يتحدثون عن الإسلام آخر، هم هنالك مسلمين هم أول الكافرين بديني، صدقني. صحيح. المسلمون الذين ينكرون أن القتل موجود في الإسلام، والذبح موجود في الإسلام، والرجم موجود في الإسلام، والقطع اليد موجودة في الإسلام، والشريعة موجودة في الإسلام، هم أول الكافرين بديني. هو الإنكار ما يعني؟ أنا أنكر هذا الشيء، وجود هذا الشيء يعني أكفر به، بالضبط. هكذا أم لا؟ إن كانوا هم ينكرون أحكام دينهم، فبالتالي هم أول الكافرين والمحتجين والرافضين لدينهم، هكذا أم لا؟ إذن لو فكرنا ومنطقنا شيئا فشيئا، سنجد أن 80% من المسلمين الذين يرفضون مثلا أفعال داعش وأفعال القاعدة وبوكو حرام هم أصلا كافرون بشريعة ربهم، لأن الشريعة تلك هي الشريعة أنكرتم أو الحق أو قلتم لا وحاولتم المراوغة، لكن تلك هي الحقيقة يعني، ذاك هو الإسلام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن شئت أن تكون مسلما فاتبع ذلك الطريق، وإلا فأنت كافر وملحد رغما عنك. هكذا أم لا؟ شكرا كثير اخي، شكرا كثير اخي محمد، شكرا لتواجدك معنا ومعنا وتلبيتك الدعوه لدعوه البرنامج.
شكرا. ونتمنى أن نستضيفك في حلقات قادمة. شكرا لكم أصدقائي المشاهدين، وشكرا لمتابعتكم، ونلتقيكم في حلقة قادمة. إلى شكرا اللقاء. لكم، إلى اللقاء، مع السلامة، عايز سلامة، عايز كيف يقعد.